موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. سورة الإنسان سورة مكية، اسمها سورة الإنسان كما نعلم، وذلك لأنها تتحدث عن أصل الإنسان وكيفية وكيف كان ماضيه وكيف سيكون مستقبله. عن أصل الإنسان وكيف كان ماضيه وكيف سيكون مستقبله. المحور الرئيسي للسورة تنبيه الإنسان وهو أسمى المخلوقات لأسمى الغايات وهي الجنة. مواضيع السورة المباركة: الأول بيان أصل الإنسان وكيف خلق، وكيف خلق آية 1 و2، تهيئة الإنسان ليقوم بالتكاليف الثانية والثالثة، بيان نعيم الأبرار بتفصيل آية 5 و6 ومن 11 ل22، الأعمال التي استحقوا بها رحمة الله آية 7 ل10، وصف حال الكفار آية 4، بيان سبب إعراضهم آية 27، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والشد من عزيمته. أما الفوائد واللطائف حول السورة المباركة فكثيرة، فمن ذلك أنها فصلت نعيم أهل الجنة في 14 آية، وتعرضت لذكر عذاب الكفار في آية واحدة، وذلك لشحذ الهمم في إلى أسمى الأهداف والغايات والتعلق والانشغال بها. الثانية، القرآن الكريم من أكبر وسائل الثبات والصبر من آية 23 ل26. ذكرت السورة أن في الجنة ظلالة، مع أنه لا يرى فيها شمس، لأننا نعلم أن الظل ينشأ عن وجود الشمس، فكيف يوجد ظل بدون شمس؟ هذا من بديع صنع الله تبارك وتعالى ومن بديع خلقه. ما من سعي إلا وله جزاء. وإذا تأملت السورة جيدة لم تتعب نفسك إلا لله، ولن تقصر أبدا في سعيك له، لأنه لا أفضل جزاء منه سبحانه. وضحت السورة نقاط ضعف الإنسان، كما في قوله تعالى: لم يكن شيئا مذكورا قبل خلقه يعني، وفي قوله: من نطفة أمشاج، يعني من ماء مهين، نبت لي فلا يستطيع رد قضاء الله فيه. أيضا وضحت نقاط القوة، يعني فيما وهب الله الإنسان من آلات ونعم، فالسمع في قوله تعالى: فجعلناه سميعا، والبصر: فجعلناه سميعا بصيرا، الهداية والإرشاد: إنا هديناه السبيل، ثم تركت له حرية الاختيار عن الإرادة التي يختار بها الشر من الخير. قال الله تعالى عن أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني حال أهل الإيمان عند الإحسان لا يريدون من الفقراء جزاء ولا شكورا. قال شيخ الإسلام: من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء بعد الإعطاء خرج من هذه الآية، لأنه خالفها، أراد الجزاء وأراد الشكور. كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول لمن أرسلته بها: اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا، ويبقى أجرنا على الله. يعني إذا قال مثلا بعد أن أعطيته: جزاك الله خيرا، ترد عليه بمثل الدعاء حتى يبقى الأجر كاملا، ولا تكون ممن ينتظر الجزاء والشكور على العطاء. مع كثرة مهام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فهي أكثر ما يعين العبد على التوفيق والثبات، يعينه على سائر المهام والأعمال. ما أعظم صدق النية: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال مجاهد: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به. ويطعمون الطعام على حبه،
لا يترك محبوب إلا لمحبوب أجل وأعظم منه، فكيف إذا كان المحبوب هو الله؟ هنا يصغر كل شيء. هم تركوا هذا الطعام الذي يحبونه وتصدقوا بما تصدقوا منه بعد قضاء حوائجهم ونحو ذلك. عندما تهتم بتصوير إحسانك مع محتاج، تذكر هذه الآية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لأن هذا قد انتشر فعلا لدى كثير من الناس، إذا فعل شيئا من الإحسان يريد أن يعرف الناس، ولربما كان ذلك من خلال تصوير المشهد ونشره بعد ذلك، فهذا ربما ضيع ثوابه بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله حسب نيته. غدا إن شاء الله نبحر مع آيات السورة المباركة. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.